سميتو رشا البكوري، في عمري 14 عام، وكيعجبني الفن بصفة إجمالية، يعني التمثيل، الغناء، وصافي. هي حقيقة حنا تلاقينا وهضرنا معاه في غير جلسة عمل، وحقيقة هو قال لي وعدني بعمل، ولكن ديال هذا الموضوع ديال التبني مازال. الحمد لله اقتنع بصوتي، وبقى التواصل، بقيت راه كنتواصل معاه ديما باغ واتساب، كيعطيني تدريبات، كينصحني وديما. عافي تلاقينا مع دنيا فاطمة، سلمنا عليها واستضفتنا. لا مازال ما سمعتش صوتي، لان هي ما جلست، ما درناش مع جلسه عامه، حيت انا ما كانش عندي النمره ديالو، ما كانش يعني ما كان عندي والو ديالو. ماما هضرت معاه وقالت له راه عندي بنتي بغات تهضر معاك، وعاد هضرت معاه انا. حياتي هادي انا عايشها فول، عيشك يا دنيا عرض وطول. حياتي هادي نعيشها فول، عيشك يا دنيا عرض وطول. بالنسبة للكليب سميتو الكونتور كيدور، من إخراج دريس الروخ، كلمات دياولي، لحن ياسين حبيبي، والتوزيع ديال مهدي محجور. الكليب صوف مدينة الرياضات، فواحد البلاصة بحال واحد بلاصه سياحيه شويه، كيجيو لها السياح كيزوروها، بحال فيغ. وتصور ايضا في مارينا ديال سلا. ندير صراخ اولا، بدينا كنهضر معاه في فيسبوك، وقلت له بلي حتى هذا الكليب راه وقع لي فيه مشكل، كنت صورته بغيت نديرو 3D، ولكن ما صدقليش 3D. الوغ مشيت عنده عاودت له قلت له المشكل ديالي، وعافاك واخا تعاوني، وزعما بغى، قال لي واخا نعاونك وصافي. وتلاقيت مره اخرى وهضرت له، هضرت معاه على هذا الشيء، وبغى يصوب لي مجانا هذا الشيء، وكنشكره بزاف هاد الوين. حقيقة أنا ما عندي حتى دخل في هذا الشيء، لأن أنا بوحدي وحالة ترك بوحدة بالعكس، ونشجعة هي ما عنديش مشكل معها كاع، ولكن الناس كيبغيو ينتقدوا ويجبدوا مشاكل وصافي. هي ضروري الدراسة قبل من كل شيء، يعني لو كان عندي امتحان وجاتني مع شي بحال شي مناسبة هكا، غنمشي لدراستي عاد غنبدا بالفن، لأن الدراسة هي كل شيء، ما يمكنليش نكمل في الفن إلا ما كانش الدراسة. يا الحقيقة أول مرة وما وافقوش نهائيا على هذا الشيء، وأكثرين بابا، وكيقولوا لي زعما قراي وكملي قرايتك وعاد كملي في هذا الشيء ديالك الا بغيتي، ولكن انا بقيت زعما معاهم حتى قنعتهم، ولكن عطوني حتى واحد، قالوا لي اكونديسيون زعما تقراي مزيان وتجيبي دانوت مزيونين عاد يمكن لك تصوبي هذا الشيء ديال الفن، الا ما جبتيش مزيان ما تكمليش كاع في هذا الشيء. انا كتعجبني ناس عجبني بزاف، وكنتمنى ان يكون بحالها. انا بغيت نكمل قرايتي وندير شركه ديال التمثيل وديال الغناء، يعني انا باغا نمشي في هاد الدومين هذا ديما. كنشكر دريس الروخ حيت عاوني بزاف، كنقول له شكرا شكرا بزاف، وايضا كنشكر ماما حيت هي اللي عاونتني في هادشي كله، هادشي اللي درتو كله، كنشكركم نتوما حيت صدفتوني عندكم، وميرسي بزاف. لولا الملامة يا هوى، لولا الملامة لفرد جناحي على الهوى زي اليمامة. لولا الملامة يا هوى، لولا الملامة لفرد جناحي على الهوى زي اليمامة. وأطير وأرفرف بالفضاء، وأهرب من الدنيا الفضاء،
كفاية عمري كفاية عمري اللي انقضى وانا بخاف الملامة وانا بخاف الملامة واهمل الملامة. ميرسي.